والله أنا أقول يعني مسائل الخلاف خاصة في الفتن وغيرها لا يجوز التشنيع على الناس، لا يجوز التشنيع على الناس، أبدي رأيك دون التشنيع في هذه وفي غيرها. يعني الإنسان لا ينبغي أن يشنع على الآخرين ويسفه أقوالهم ويتهمهم في دينهم، ولكن يقول ما يعتقد أنه هو الحق ويسكت ويكل أمرهم إلى الله تبارك وتعالى. البعض للأسف إذا أجاب عن مسألة يجيب عنها ويشنع على الآخرين وكأنه يملك الحق المطلق. يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: قولنا صواب يحتمل الخطأ، وقول مخالفنا خطأ يحتمل الصواب. هكذا يجب على الإنسان أن يكون.